بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ماشيين في اصحاح 3، احنا في اخر اصحاح 2، رؤيا 2 ملاك كنيسه سياتيرا. هراجع معاكم بسرعه. اول جزء في سفر الرؤيا بيكلمنا عن المسيح في مجده ورساله خاصه من ربنا يسوع المسيح له المجد للكنائس بمختلف أشكالها وأنواعها وظروفها، وكأن كل كنيسة تمثل حياة الواحد فينا في مرحلة. فشفنا كنيسة في الأول، كنيسة أفسس اللي بيلومها على أنها تركت محبتك الأولى، وشفنا كنيسة سمرنا كنيسة الألم والاضطهاد، وشفنا كنيسة برغاموس اللي اتحدت أو اقترنت بالعالم وبقت تفكر بطريقة شهوانية بسبب التعاليم البطالة، وهنا كنيسة سياتيرا كنيسة المسرح والمظهر والمنظر والكنيسة اللي وقعت في حرب الشهوات. وبالرغم أنه مدحها في الأول على بعض الفضائل، لكن بيلوم ملاك الكنيسة: عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها دمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون كل واحد منكم بحسب أعماله. احنا قلنا انه ملاك الكنيسة دي ظهر له المسيح، قال له هذا يقول الذي له عينان كلهيب نار، ودي كلمة كانت مناسبة ليه لانه هو عايش في الظلمة، او انه افكاره مليانة شهوات ومتخيل انه محدش واخد باله ايه اللي بيدور في افكاره. فلما يقول له اللي بيكلمك ده عنيه زي لهيب النار، يعرف ان مفيش فكرة بطالة هتعدي على ربنا، ومفيش شهوة هيبقى مكانها الظلام، كل حاجة مكشوف قدامه. عشان كده بيقول له انا هو الفاحص الكلى والقلوب. القلوب اشارة الى المشاعر، والكلى مقصود بها الجسد. فاذا كان القلب نقي، الجسد كمان بيبقى نقي، وربنا اللي عارف القلب النقي وعارف الجسد النقي. فربنا فاحص قلب الإنسان وفكر الإنسان وأعمال الإنسان وحواس الإنسان. أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، يعني كل حاجة أنا شايفها. وسأعطي كل واحد حسب أعماله. صحيح ربنا هيدينا السمك عطية منه، وهدية خلاص لينا هي الأبدية وهندخلها باستحقاقات دمه، يعني ملناش فضل. لكن مين اللي هيدخل السماء؟ اللي هيتمسك بالإيمان العامل بالمحبة، اللي هيكون عنده أعمال صالحة تؤكد استحقاقه لهذا الدم. فلما يقول سأعطي كل واحد حسب عمله، ما يجيش واحد يقول لا ربنا هيدخلنا بنعمته بس. صحيح النعمة لها كل الفضل في دخولنا السماء، لكن كل واحد مننا يأخذ أجرته حسب تعبه، وكل واحد نصيبه حسب أعماله، لأن الأعمال هي اللي بتقيم إيمان الإنسان. إذا كان إيمانه بنعمة ربنا إيمان حقيقي، لازم هتبقى أعماله صالحة، لأن إيمان بدون أعمال ميت. وعلى قد ما يكون إيمانه قوي بنعمة ربنا وبصليب ربنا وبفداء ربنا، على قد ما حياته هتبقى مليانة تقوى واستقامة وأعمال صالحة. فكأن ربنا بيقيس كل واحد فينا بأعماله، محدش يقدر يلغي الفكرة دي أبدا.
حتى لو كلنا ندخل السماء في الآخر ونقول له يا رب كل الفضل ليك، لأن محدش فينا دخل بشطارته لكنه يعطي كل واحد فينا حسب عمل. طبعا الكلام ده مناسب لواحد بيتحارب بالشهوة. ليه؟ عشان اجتهد، جاهد انك ما تغلطش، لان ربنا بيدي كل واحد حسب عمله. لو انت جاهدت وما وقعتش دي عند ربنا كبيرة، لو انت تهاونت ووقعت في الخطية مرة ومرات ما هو برضو كل حاجة ليها اجر عند ربنا وليها حساب عند ربنا. الحق توب عن اعمالك الشريرة تقوم تتمسح، فيفضل في رصيدك فقط اعمال صالحة يجازيك الله عنها. لكن لو كل اعمالك شريرة وما تبتش عنها خلاص يعطي كل واحد حسب عمله. انت حر، انت حكمت على نفسك باعمالك الشريرة. بعد ما وضخه وقال له كلام صعب، قال له انا الفاحص الكلى والقلوب وهدي كل واحد حسب عمله، والجماعة الاشرار اللي بيقعوا في الزنا دول انا هوريهم وهفرجهم على اجرة الزنا، وسينطرحوا في فراش الزنا مرضى ومعذبين، وأولاد الخطية هيموتوا، كل ثمر الخطية هيتحرق. بعد ما هدد ربنا بالكلام ده كعادته كأب محب يرجع يقول ايه، يشجع تاني، ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون أني لا ألقي عليكم ثقلا آخر. بيقول بقى الناس اللي ما وقعتش في الأفكار دي وفي الشهوات دي وما مشيوش ورا التعاليم المنحرفة، أنا مش هتقل عليكم، حافظوا على نفسكم على كده، إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. حافظوا على نفسكم على كده كده كويس. كأن ربنا لما يلاقي واحد فينا حواليه أفكار كلها انحرافات وشهوات وحاجات غلط يقول له أنا عاوزك تحافظ على نفسك بس، وسط العالم ده خليك أنت ماشي صح كده، يبقى كويس كده عندي كبير قوي أنك تتمسك بما عندك لغاية ما أجي، عشان لما أجي ألاقيك مختلف عن الطيار اللي حواليك. يعني ربنا ممكن واحد يكون وسط عالم معوج وملتوي يبقى منور في عينيه لمجرد انه لم يشارك في الخطيئة. هو وسط مجو كله سرقة كله غش كله كلام بذيء، مجرد سكوته عن المشاركة عند ربنا حاجة مش بسيطة. طبعا يقدر لو يقدر يشهد لربنا حاجة احلى، لكن حتى لو لم يشارك في الخطيئة عند ربنا حاجة كبيرة. فيقول له أنا بقول لكم يا جماعة يلي ما وقعتوش في الغلط تمسكوا بما عندكم إلى أن أجي، ويسميهم الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان. وده يفهمنا حاجة مهمة، أن الخطية زي كده بير غويط تنزل فيه ملوش قرار. يعني الخطية مش صح وغلط، ده الخطية طيار ملوش آخر، حفرة غويطة ملهاء عميقة جدا. في واحد يدخل في الخطية ويغوط ومن شهوة إلى شهوة ومن شر إلى شر ومن فكرة بطالة لفكرة بطالة ومن خطية لخطية حتى أعماق الشيطان. دي حاجة صعبة. زي ما البر درجات الخطية أيضا درجات، وزي في ما في أعماق للفضيلة وأعماق للقداسة ودرجات في الحاجات الحلوة، في كمان أعماق الشيطان وفي أعماق في الرذيلة. زي واحد يقول ده أنا عملت كل الخطايا اللي في الدنيا، ده في خطايا الناس ما تسمعش عنها أنا عرفتها وعملتها. أعماق الشيطان هنا بيقول لهم احفظوا نفسكم ما تتزحلقوش ما تغوطوش في الشر. خلوا بالكم ان معرفة الشر في حد ذاتها بتلوث الفكر. ده انت ممكن تبقى قاعد في قاعدة تيجي سيرة انسان تقعد بس تسمع شوية اخبار كلها رذائل، ودانك تتملي كلام وافكارك تبوظ وتبقى مش عارف تطلع الافكار دي ازاي. عشان كده يقول معلمنا بولس في رسالة من رسائله
يقول بعض الأمور ذكرها أيضا قبيح، يعني في أمور كده سيرتها وحش، ما تجيبوش سيرتها خالص. في بعض المواضيع ما حدش يحكي فيها أبدا، ذكرها أيضا قبيح. فهنا في ناس انحرفت واتزحلقت إلى أعماق الشيطان اللي ما دخلوش لجوه قوي كده، بيقول لهم كويس خليكوا بعيد، خليك لسه نقي، ما توسخش نفسك زيادة. أنا لا ألقي عليكم ثقلا آخر، يعني إيه؟ على قد ما أنتوا ثابتين مش عاوزين تمشوا مع تيار الشر، كفاية كده، مش هطلب منكم أكتر من كده. وده يؤكد أن ربنا لا يجردنا فوق ما نستطيع، لا يضع ثقلا فوق ما نحتمل. في واحد يقول التيار صعب، نقول له صدقني ربنا حاسبها، التيار اللي أنت فيه ده على قدك بالظبط، لو زاد عن كده يمكن تقع، لكن التجربة اللي انت فيها والظروف اللي بتتحداك دي ربنا عارف قدرتك وعارف انك تقدر تعدي الامتحان ده. انت غيرك بيمتحن امتحانات اصعب من كده. في شاب بنقول له انت بتقاوم افكارك ونظراتك، بس في واحد زي يوسف العفيف كان محبوس في بيت مع امرأة شريرة بتطلب منه الخطيه، انت مش قد دي. لكن كل واحد ربنا بيحطه في امتحان على قد، ولا يضع علينا ثقل آخر. لما يلاقينا بنجاهد يقول طب كويس على كده، على قد كده كويس. ربنا عارف قدرة كل واحد فينا ومش عاوزنا نقع، ربنا ما بيحبش لينا الغلط أبدا. إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. معنى كده كل واحد فينا عنده حاجات حلوة تمسك بيها، عندك شوية صلاة واخد عليهم ما تسيبهمش يروحوا منك، عندك قراية في الكتاب منتظمة ما تسيبش القراية دي تروح منك، عندك معاد للقداس منتظم اوعى ده الأيام تسرقه منك. الذي عندك تمسك بيه، لأن الشيطان عينه في اللي عندك، الشيطان عاوز يسرقك في اللي عندك. لو انت صاحي مش الشيطان مش هيسرقك، ما يقدرش. وده المثل اللي قاله يسوع لما قال السهران على بيته، ما يقدرش الحرام يدخل بيته يسرق. الراجل القوي اللي سهران على بيته، الحرامي ما يقدرش يدخل على بيته. فخليك سهران على نفسك، ما تخليش الشيطان يسرق ما عندك، تمسك بما عندك إلى أن أجيب. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية. ساعات صراع الشهوة بيبقى مرهق، أو صراع الأفكار بيبقى متعب. واحد يقول أنا تعبت من أفكاري، زهقت من الحرب اللي جوايا، بطرد الفكرة وبترجع لي تاني وبقاومها وبتخبط فيا تاني، أنا تعبت من فكر اليأس، من فكر الشهوة، من فكر الغيرة، أيا كان. يقول له من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية، كمل للآخر، كمل للآخر، ما تقفش في نص السكة وتقول خلاص كده تعبت، لا، احفظ العمل إلى النهاية، النهاية مش بعيدة، في وقت للراحة، بس خلص موسم الامتحانات الأول وارتاح إلى الأبد. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. أمم إيه يا رب؟ إحنا يعني ملنا بالأمم، مقصود بيها إيه دي؟ هنكمل هيبان الكلام. فيرعاهم بقضيب من حديد، كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. الكلام ده عشان نفهمه نفتح مزمور 2 اللي معاهم عهد قديم عشان نشوف ايه قيمة الوعد ده. من يغلب فأعطيه سلطانا على الأمم وكما تكسر آنية من خزف. في مزمور 2 المزمور ده يسموه اليهود مزمور مسياني، يعني مزمور خاص بالمسيا، بالمسيح الآتي. عندهم كده الاعتقاد ده، وده كلام مظبوط، مزمور ده بيتكلم عن المسيح بتاعنا. فيقول ايه؟ يقول انت ابني، ده الاب بيكلم الابن، انا اليوم ولدتك، اسألني اعطيك الامم ميراثا لك، نفس الفكر. فترعاهم بقضيب من حديد وتحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم، نفس الكلمة. أتاري الكلام ده سبق الآب قاله الابن الوحيد، قال المسيح إيه؟
قال له يلا تمم الصليب وتمم الفداء واديك ملك العالم كله، انت تشتري البشرية كلها بدمك، واعطيك سلطانا على كل الامم. الامم دول اتسرقوا وراحوا للشيطان وبقى الشيطان رئيس العالم. يا رب يسوع هترد الملك للاب ازاي؟ قال هرده بالصليب بالدم بالفداء. فالاب يقول له انت ابني، انا اليوم ولدتك، فاعطيك الامم ميراثا وسلطانك الى اقطار الارض، فرعاهم بقضيب من حديد الصليب بتاعهم، وتكسرهم مثل آنية خزف، يعني المتكبر منهم تخبطه كده تكسره عشان يتضع، محدش فيها يعمل كبير قدام ربنا ابدا. فالوعد ده كان واخده الابن المسيح له المجد من الاب قصاد الفداء. الوعد ده الابن المسيح له المجد، الابن الكلمة ربنا يسوع، وهو بيوعدنا بنفس الوعد اللي هو خده. قال يا جماعة ايه رأيكم اللي ليا هدهلكم، انا معايا وعد ان انا يبقى لي سلطان على الامم، هديكم انتوا السلطان ده، ومعايا وعد اكثر الامم مثل اناء خزفي بقضيب من حديد، هديكم ده كمان. ايه معنى الكلام ده؟ معناه بالنسبة لربنا يسوع المسيح انه في الاخر يعود كل الملك لله، لربنا يسوع له المجد. ومعناه بالنسبة لنا الامم دايما اشارة للشهوات، لأن الأمم كانت شعوب وثنية منحرفة ما تعرفش الصح ما تعرفش الفضيلة، فكانت شعوب عنيدة ترفض الله. فلما يقول له اديك سلطان على الأمم يعني ايه؟ عارف لو جهدت، لو حفظت وعدي، لو جهدت ضد الشهوات والخطية، هيبقى عندك سلطان على شهواتك، على كل الأمم اللي تعبينك، أفكارك تعباك يبقى عليك سلطان، ليه ليك سلطان عليه، مشاعرك فيها انحرافات تاخد سلطان عليه. طب ولو جت فكرة وحشة تهاجمك تكسرها زي واحد ماسك قضيب حديد لما يكسر اناء خزف يدوب يخبطه كده يقع. الكلام ده بالنسبة لواحد بيجاهد في الافكار مشجع جدا، لان حرب الافكار صعبة. فلما ربنا يوعده يقول له الفكرة الشريرة تيجي عندك تمسك الصليب من دول تخبطها زي ما بتخبط اناء خزفي تتكسر، يفرح يقول له صحيح يا رب، يبقى عندي سلطان على الافكار الشريرة، سلطان على الغرائز الطبيعية، سلطان على الشهوات المتعبة، سلطان على الاغراءات اللي في العالم، دي حاجات صعبة. يقول له لا، انت لو غلبت وحفظت كلامي للنهاية هديك السلطان ده، هديك سلطان على الأمم، فترعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. عاوز يقول له اللي ليا هديهولك. ودي مش أول مرة ربنا يسوع يقول الكلام ده، لأن هو قال لنا أنا هديكوا كل اللي ليا، وهيجي في وعد تاني يقول يجلس معي في عرشي كما جلست أنا في عرش أبي. يا رب كثير علينا قوي انك انت ترفعنا لمستواك، احنا فين وانت فين؟ يقول لا، انا عاوزكوا تاخدوا كل اللي عندي. من يتألم معي يتمجد ايضا معي، من يصبر معي يملك ايضا معي. يا رب انت ملك وعظيم واله، واحنا ناس ما نستاهلش. يقول لا لا، انا هديكوا، انا عاوز اديكوا كل حاجة، أنا اديتكوا جسدي ودمي، اديتكوا روحي، وهديكوا ملكوتي، وتورثوا معايا، وأفضل أنا بكر بين إخوة كثيرين. طباع عجيب جدا. طبعا ده مش معناه أبدا إنه يتطاول حد بالفلسفة ويقول معنى كده إن إحنا هنبقى إحنا إيكوال كده لله، لا حاجة، هنفضل إحنا بشر مهما كبرنا وتعظمنا، ويفضل هو الإله الغير محدود الذي له المجد وحده. لكن كونه بيشركنا في مجده، بيشركنا في عظمته، بيشركنا في قدسته، دي حاجة عالية جدا. وده اللي بنشوفه في حياة القديسين. تصوروا المسيح يقول لتلاميذه ايه رأيكم ان انتوا هتعملوا اعمال اعظم من الاعمال اللي انا عملتها؟ يا رب ازاي تقول على حد من البشر يعمل حاجات اعظم من اعمالك؟ يقولوا ماله، ما هم هيعملوها بسلطاني، ما هو كل اب يحب اولاده يبقوا زيه، ويمكن يبقوا أحسن منه. صحيح ما فيش أحسن من ربنا، يبقوا زيه. فربنا من محبته الفائقة يطلب لنا كل ما له
فيقول أنا واخد من الآب سلطان على الأمم أرعاهم بقضيب من حديد، أنا كمان أديكوا سلطان على الشهوات والأفكار والمشاعر، وتمسكوا كل واحد صليبه وتكسروا الأجساد دي كما تكسر آنية من خزف. تشبيه مشهور في الإنجيل أن الجسد زي الإناء الخزفي. الإناء الخزفي أصله يقعدوا يلونوه من بره ويشيكوه، بس هو خبطة واحدة تكسره. الجسد كده نقعد نلون فيه ونظبط فيه ونجمل فيه، بس هو ما يستحملش خبط، إناء ضعيف. لكن الإناء الخزفي ده كانوا يحوشوا فيه الكنوز. فأصبح عندنا في الكتاب فكرة إن إحنا كلنا أواني خزفية نقعد ننشغل ونجملها من بره، بينما الحقيقة الأواني دي جواها كنز، وعشان يطلع الكنز لازم الإناء ده يتكسر. جواها روح الله أغلى حاجة في الدنيا، جواها حضور ربنا حاجة ملهاش ثمن. لما الواحد يقعد يجمل الإناء من بره ينسى الكنز اللي جوه، بينما الواحد لما يبقى عارف قيمة الكنز اللي جواه ما ينشغلش بجمال الجسد من بره. بالعكس، يمكن كل ما الجسد اتكسر، كل ما صام، كل ما صهر، كل ما تعب في خدمة ربنا، كل ما الكنز بان عليه. فيبقى الواحد فينا معاه قضيب من حديد، إشارة لسلطان الصليب، يكسر إناءه الخزفي. يعني إيه؟ لو الجسد قال له عاوز آكل يقول له اسكت، الدنيا صيام، عاوز أنام يقول له اسكت، الدنيا سهر، عاوزين نصلي. يكسر الإناء الخزفي بسلطان، كما تكسر أواني الخزف بقضيب من حديد. إيد قوية، الإيد دي إيد ربنا يديها للإنسان سلطان روح، أولا على جسده وعلى أفكاره وعلى مشاعره وعلى شهواته، فيبقى السلطان سلطان روحي على الخطية والشهوات والحاجات. وأعطيه كوكب الصبح، من أجرة هذا الملاك أيضا من يغلب أعطيه كوكب الصبح. كوكب الصبح إشارة واضحة هيجي ذكرها في آخر إصحاح ثاني في الرؤية، إلى ربنا يسوع المسيح نفسه. اسمه كوكب الصبح ليه؟ لأن المسيح بيتقال عليه النور الحقيقي، النور الحقيقي. فلما تبقى الدنيا في الفجر أول إشراقة للشمس كده، أول ما الشمس تطلع كده يسموها كوكب الصبح اللي هو شمس الفجر، فيبقى الناس طالعة من الضلمة شافت النور. فكوكب الصبح إشارة إلى النور الحقيقي اللي هو إشارة إلى المسيح نفسه. فبيقول له إيه رأيك بقى اللي يغلب ياخدني أنا أجره؟ زي ما اتفقنا كل الأجر واحد، من يغلب في كل الكنائس هي معناها الملكوت، معناها المسيح نفسه، بس بأفكار وتعبيرات مختلفة. واحد يقول له من يغلب يأكل من شجرة الحياة، طب مين شجرة الحياة؟ المسيح. من يأكل لا يؤذيه الموت الثاني، أمال مين الحياة الأبدية؟ المسيح، أنا هو الحياة القيامة والحياة. من يغلب سأعطيه حصى بيضاء وعلى الحصى اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي يأخذه. هي دي البراءة، الحصى البيضاء هي المسيح نفسه اللي يلبسه الإنسان، أنتم الذين اعتمدتم لبستم المسيح. وهنا من يغلب سأعطيه أن سأعطيه كوكب الصبح، هيديله المسيح. كل اللي بيغلب بياخد حاجة كبيرة قوي، بياخد ربنا في حياته، يبقى ربنا الصالح وربنا معاه وربنا ساكن فيه وحياته فيها استنارة. أعطيه كوكب الصبح، يعني اللي بيجاهد في الشهوات وبينتصر على جسده يعطيه الله استنارة. استنارة دي كلمة يحبوها الآباء الكبار. ليه؟ يقولوا أصل ربنا ده ما يتعرفش بالقراية والاجتهاد، يعترف نعرفه على قد ما ينورنا، على قد ما ينير ذهننا. فالاستنارة دي يوصل لها الإنسان بكتر الصلاة وكتر الجهاد، يحس إن ربنا عمال ينور عقله ويكشف له عن أسرار مش محتاجة كتب. عشان كده القديسين الكبار اللي علمونا أسرار الملكوت وأسرار الله، دول كانوا ناس عايشين في جهاد وصلوات حرة، وكانوا يكسروا أجسادهم كما تكسر أواني الخزف. فأخذوا كوكب الصبح، بقى عندهم استنارة روحية، بقى عندهم حكمة روحية، بقى عندهم كده وعي بالملكوت والأبدية، بقوا شايفين ربنا والملائكة والقديسين والحقائق الروحية زي ما احنا شايفين بعض.
شوفوا احنا ايماننا ضعيف ليه؟ لان احنا مش شايفين غير امور ترى، بينما الامور التي لا ترى هي الاهم. هم بقى بالاستنارة بكوكب الصبح خلاص تبقى السماء اوضح ليهم من الارض، وصورة ربنا قدام عينيهم اكتر من صورة اي شخص في الدنيا. دي استنارة عالية. أعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. يعني تاني اللي عنده ودان يسمع الروح القدس بيقول إيه. إحنا كلنا عندنا ودان وجايين نسمع، اللي يسمع يعمل، واللي يسمع يستفيد، واللي يسمع يسمع صوت الروح جواه. الروح في آخر الرؤية يقول كده، الروح والعروس يقولان تعالى. يعني إيه؟ يعني الروح القدس اللي جواك بيقول لك تعالى، تعالى لربنا. والعروس اللي هي مين؟ الكنيسة، بتقول لك ايه؟ بتقول لك تعالى. يعني الصوت من جوه ومن بره بيقول لك ارجع لربنا، الحق تعالى لربنا قبل ما تيجي الساعة وتبقى بعيد. فالروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. يعني اللي يسمع تعالى دي ويجي ربنا يقول لكل اللي حواليه تعالوا انتوا كمان ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يعني اللي يقرب من ربنا تلاقوه اتلفت لبقيه الناس وقال لهم يلا انتوا كمان تعالوا معايا. اللي يحب ربنا يبتدي يتكلم عنه ويشد بقيه الناس اللي حواليه ليه. من له اذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. يبقى خلصنا اربع كنائس مش سبعه. كنيسة أساسوس أترك تركت محبتك الأولى، كنيسة سمرنا الألم، كنيسة برغاموس التعاليم الغريبة، كنيسة سياتيرا حرب الشهوات. ندخل في الملاك الخامس. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس. قلنا البلاد دي بلاد حقيقية كانت موجودة في تركيا ولا زالت أثر. هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. دي حاجة تخوف. الملاك ده بالذات مفيش مقدمة خالص. كل اللي فاتوا تلاحظه كان يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وإيمانك وصبرك ومحبتك، لكن عندي عليك. ونمرة اتنين طلع حلو قوي لانه ما قالوش عندي عليك خالص، قال له بس انت كده تمام، اثبت على اللي انت فيه لان جاي لك ايام ضيق 10 ايام، لو كملوا على خير هيبقى نصيبك حلو قوي في الملكوت ولن يؤذيك الموت الثاني. ففي ناس ماشية مع ربنا يقول لها عندي لك وعندي عليك. عندي لك انك بتجاهد وانك، وعندي عليك ان في حاجة غلط، بردت عن زمان، محبتك راحت، عندي عليك في افكار غريبة عندك، عندي عليك ان الشهوة دخلت حياتك بتحاربك. هنا الملاك ده اول ما قال له انا عارف اعمالك ما قالوش ولا حاجة ايجابية، حاجة تخوف. طب ده اسقف كنيسة، اسقف كنيسة يعني شغلته ربنا، حياته الخدمة، مش شايف فيه ولا حاجة رب عيب له. ما يمكن يكون بيصلي ولو، يمكن يكون بيصوم مش مهم، ده أكيد يا رب بيخدم ملهاش لازمة. ليه ده كله؟ أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. عارفين الراجل ده لم يذكر له ولا شيء إيجابي ليه؟ لأنه المصيبة بتاعته تمسح أي حاجة حلوة في حياته اللي هي الرياء، بنسميها الرياء. الرياء يعني إيه؟ يعني واحد مشغول بمنظره قدام الناس له اسم إنه عايش وهو في الحقيقة ميت. يعني يشغلوا المظهر والمنظر بينما في الجوهر هو مش تمام. فلما الواحد يبقى مشغول بمنظره زيادة قدام الناس كل الأعمال الصالحة اللي بيعملها تروح من قدام ربنا، حاجة تخوف. يعني اللي بيصلي عشان الناس تتفرج صلاته ملهاش لازم، خلاص استوفى أجره زي ما قال المسيح. اللي بيصوم عشان الناس تسقف استوفى أجره.
اللي بيعمل صدق عشان الناس تعرف استوفوا أجرهم. عشان كده ربنا ما يقولوش أنا عارف أعمالك وصومك وصلاتك وصدقاتك، ما فيش ولا حاجة، ولا حاجة في رصيده عندك يا رب، ولا حاجة من أعماله قعدت، ولا حاجة. ليه؟ أصل له اسم قدام الناس إنه عايش وهو ميت. لك اسم أنك حي وأنت ميت، كلمة خوف يا رب ما يسمحش لأي حد فينا يسمعها في اليوم الأخير. إنك كان اسمك وسط الناس إنك عايش، كانت الناس بتقول عليك متدين وإنت عمرك ما كنت قدامي متدين. ليك اسم إنك أنت راجل فاضل وعمرك ما كنت فاضل قصادي. ليك اسم إنك أنت راجل أمين وإنت عمرك ما كنت أمين قصادي. اسمك قدام الناس كان شغلك جدا، واسمك قدامي ما كانش شغلك أبدا. كنت عاوز كل الناس تعرف اسمك إنك عايش، ونسيت إن أنا فاحص الكلى والقلوب، أهم واحد هحكم عليك. ما اهتمتش بمنظرك قصادي، اهتمت بمنظرك قدام كل الناس. كنت بتسرق المديح من أفواه كل الناس، عاوز تسمع مجدك من كل الناس، وأنا الوحيد اللي ما كنتش مستني مني كلمة مديح ولا مجد. لك اسم أنك حي وأنت ميت. يمكن يكون ده الفريسي أو شبه الفريسي اللي وقف قدام ربنا يقول له إيه؟ يا رب أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، فإني أصوم مرتين وأنا بصلي وأنا بعمل العشور. ودخل زي ما طلع، لا ربنا سمع صلاته، وهيجي يقول له أنا عارف أعمالك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. بص للعشار اللي انت بتقول اشكرك ان انا مش شبهه، العشار اللي انت محتقره ده له اسم عندي انه حي وهو ميت في نظر الناس. يا ريتك تبقى ميت في نظر الناس وتبقى حي في نظر ربنا. يا ريت الناس يشوفوا فيك الخطايا والعبر وربنا يشوف فيك الفضيلة. يا ريت الناس كلها تقول علينا وحشين بس ربنا يقول علينا حلوين. لكن كل الناس تسقف وتقول احنا حلوين ونقف قدام ربنا في الاخر مكسوفين، يقول لك انا معرفتش، حاجة تخوف. دول يمكن شبه اللي قال عنهم يسوع له المجد في متى 25، يقول للذين على اليسار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته، لاني كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا وكنت ما عملتش حاجة. يقولوا له انت أليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك أخرجنا شياطين؟ يقول لهم ما عرفكوش. ليه ما تعرفهمش يا رب؟ دول الحاجات اللي بيقولوها دي حقيقية. أيوة، ما هم ليهم اسم أنهم أحياء، كانوا بيشتغلوا في الكنيسة وكانوا بيخدموا وكانوا بيصلوا، بس كل اللي شغلهم صورتهم قدام الناس، اسمهم يكبر ويلمع قدام الناس، ده كل اللي كان شغلهم. محدش فيهم كان بيشغله رأيي أنا في إيه، منظره قدامي أنا، أنا ربنا له كل المجد، عاجبني ولا مش عاجبني. كانوا بيتردوا وجوه الناس وأنا الوحيد اللي ما كانوش بيرضوني. عشان كده معلمنا بولس بقى اللي كان بيخاف من الحتة دي يقول لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. يعني لو كل اللي هيشغلني ان انا ارضي الناس يبقى انا ما استاهلش اكون عبد المسيح. عبد المسيح يرضي المسيح اولا وبعد كده يرضي كل الناس. لكن اللي بيرضي الناس قبل ما يرضي ربنا، واللي عاوز يسمع مديح الناس قبل ما يشغله مديح ربنا، الخوف عليه يسمع هذه الكلمة المخيفة، لك اسم انك حي وانت ميت. من محبة ربنا ما استفادش في شرح الحالة، لأن الحالة خطيرة، حالة إمرجنسي لازم يتعامل معاها بسرعة، فقال له الحل فورا. تلاحظوا أن الكنيسة دي دخل على طول في المشكلة والحل، ما فيش التشجيع والمقدمة لا، موضوع خطير. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. الحل ايه؟ في حل الاول، في حل.
لسه فيك نفس، في حل. سردس اصلها حاجة اسمها بقية الروح، يعني اخر نفس. فالكنيسة دي على اخر نفس، او الشخص ده اللي عايش ياخد مديح الناس ده فاضل نفس فيه. فهنا بيقول له كن ساهرا وشدد ما بقى، الحق نفسك. دي حالة خطيرة ما تنامش عليها، ما ينفعش تروح تنام، لازم تروح تقفل بابك على نفسك وتقعد مرة مع ربنا من غير الناس. هنا ساهرا يعني ايه؟ اقفل على نفسك واسهر مع ربنا لحد هيمدحك، ولحد هيشكر فيك، ولحد هيعرف انك سهرت. اقعد مع ربنا، اسهر. الموضوع يخوف، اللي عنده مريض على اخر نفس مش بيدخل ينام ويسيبه. اسهر، الموضوع ما يحتملش النوم. وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت، يعني الحكاية على الاخر. شدد، الحق الحاجة الصح اللي في حياتك. انت فيك صلاة بس كل الصلاة مظهر قدام الناس، بدل ما تيجي كل مرة تصلي قدام الناس عشان يقولوا عليك كويس، روح اقفل بابك على نفسك وصلي من غير ما حد يعرف، عشان ترجع تاني تقول له يا رب عاوز اسمي قدامك انت، مش عاوز اسمي قدام الناس. مش مهم الناس يقولوا ايه، يقولوا عليا مؤثر، بس انت ما تقولش عليا كده. عاوز ابقى حي في نظرك. كن ساهرا وشدد ما بقى، يعني الحق الحاجة التعبانة شددها، تشدد، تشجع، اعمل حاجة، ما تسكتش على نفسك. إذا كانت حياتك كلها لصالح كلام الناس مش هتاخد من الناس حاجة، صدقني الناس دي هتمشي وهتنساك، ولو الناس ما مشيتش أنت اللي هتمشي وهتنساهم، والناس مش هينفعونا بحاجة أبدا في اليوم الأخير. لو الناس كلها قعدت تمدح فيك النهاردة، يوم ما تقف قدام ربنا يسوع لو ما كانش هو اللي يشهد لك، يبقى كل كلام الناس ملوش لازمة. ارضي ربنا، تجمل أمام الله، شوف ربنا إيه اللي يرضيه وإيه اللي يفرحه وعمله. قاعد تفرح وتبسط الناس وترضي الناس وتشتري رضا الناس لغاية إمتى؟ كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت. يعني الحالة دي حالة خطيرة ما بتقفش، هتفضل تكمل عليك لغاية ما تخلص عليك. عتيد أن يموت. الرياء مرض خطير يدخل على الإنسان يعدم كل حاجة حلوة فيه، يعدم كل حاجة. فإني لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، يعني إيه؟ أنت أعمالك في أعمال، طب يا رب ما ذكرتهاش ليه؟ لأنها مش كاملة أمام الله، مش قدام ربنا الأعمال دي. أنت بتصلي عشان الناس تتفرق، فأعمالك ليست كاملة أمام الله. ليست كاملة بمعنى ما هو محدش فينا كامل، لكن مقصود بيها انها مش معمولة لحساب ربنا. كل الحاجات دي لم تكن كاملة امام الله، مش عشان ربنا، عشان الناس. فاذكر، هيودينا حل تاني يا رب، اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب. ثلاث كلمات، اربع كلمات حلوين. اذكر كيف اخذت. عادة الشخص اللي بيتمنظر قدام الناس بينسى ان اللي عنده اخده من ربنا. فاهمين المعنى؟ يعني اذا كان عندك شوية حكمة، هل الحكمة اللي عندك دي تفتخر بيها قدام الناس وتستنى الناس تمدحك؟ طب اذكر كيف اخذت، افتكر ان انت واخدها من ربنا. لما يقولوا لك انت راجل كلك حكمة، قول المجد ليك يا رب، اديتني حكمة أنا خدتها منك، هي مش بتاعتي. لما يقولوا لك أنت بتصلي كتير، قول لهم أنا دي عطية ربنا. اذكر كيف أخذت. أي حاجة حلوة في حياتك اذكر كيف أخذت. لما يجوا يشكروك أو يمدحوك على حاجة حلوة، اشكر ربنا بسرعة وقول له يا رب بتاعتك مش بتاعتي. المجد ليك مش ليا. مجدا من الناس لست أقبل، الفضل ليك مش ليا. أذكر كيف أخذت. ودي مهمة لينا، لأن ما فيش واحد فينا مش بيتعرض للكرامة أو للمديح في وقت. طب نعمل إيه لما تجيلك كلمة حلوة؟ بدل ما تحرق عملك، بدل ما يتقال عليك استوفوا أجرهم،
بسرعة أقول له يا رب المجد ليك، أنت اديتني نعمة في عينين الناس، الناس شايفة في حاجة صح، دي عطيتك أنت. ده بولس القديس العظيم في رسالته الرومية يقول كلمة على نفسه في منتهى التواضع، يقول لأني أعلم أنه ليس في أي في جسدي شيء صالح. معقول يا بولس أنت البتول العفيف القديس الصوام رجل الصلاة اللي بتسهر كل ليلة اللي ما بتعرفش الراحة عشان ربنا؟ يقول صدقوني أنا ليس في أي في جسدي شيء صالح ولا حاجة في عدلة. أمال إيه الحلو اللي فيك؟ أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة في. أذكر كيف أخذت. لو قالوا له أنت بتعمل معجزات يقول لهم أنا ما بعملش حاجة، دي عطية ربنا. أنت بتصلي كتير، أنا دي عطية ربنا. ده أنت فتحت بلاد وفتحت كنايس وبشرت وعملت، يقول لهم أنا لا، أنا أخذت كل شيء، أنا ما فيش حاجة مني، دي كلها حكات من إيده هو، دي مش شطرت ولا اجتهادي ولا استحقاق. ولو قبلت المجد ولا الكرامة أبقى بسرق ربنا، لأنه هو اللي مستحق كل مجد وكرامة. فاذكر كيف أخذت. وسمعت، مش بس تذكر عطايا ربنا، اذكر كلام ربنا. اللي يضبط الواحد في حرب الرياء وحرب المظهرية انه يفتكر انه كل حاجة من ايد ربنا عطية، كل حاجة حلوة في حياته من ايد ربنا، ويفتكر كلام ربنا. اذكر كيف سمعت، لان كلمة ربنا تعالج الرياء. ربنا اللي قال لنا ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابوك وابوك الذي في الخفاء يجازيك علانية، افتكر الكلام ده لان الكلام ده علاج. اللي قال لك متى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تصنعه يمينك، ده علاج. اللي قال لنا لما تصوم ما تصومش كالمرائين الذين يغسلون وجوههم لكي لا يظهروا للناس، الذين يعبسون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، لكن انت ما تصوم تغسل وشك وادهن رأسك لكي لا تظهر للناس، بل لأبوك وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كل عمل تعمله خبيه على الناس، عن الناس لو تقدر، واكشفه قدام ربنا. ولو ما قدرتش تخبيه وجالك منه كرامة ومجد، قول المجد ليك يا رب، كده ما تضيعش أجرك وما يتقالش عليك ليك اسم انك حي وانت ميت. اذكر كيف اخذت، افتكر ان كل حاجة حلوة عطيت ربنا. اذكر كيف سمعت، افتكر كل كلمة قالها ربنا تعالج حرب الرياء. واحفظ، احفظ كلام ربنا. انت بتقول الكلام قدام ربنا او قدام الناس عشان تبان انك راجل متدين، احفظ. خلي بينك وبين ربنا أسرار محفوظة، خلي قلبك مليان غنى بكلام ربنا، خلي الداخل عمران أكتر من الخارج. الناس بتشوف من بره، لكن كام واحد هيشوف من جوه؟ هو ربنا بس. احفظ، خزن، خبي. افتكر ان العذارى الحكيمات كان عندهم زيت جوه في الأواني، وزيت الأواني هو اللي شفع فيهم قدام ربنا، لكن الجاهلات كانوا منورين من بره، وكان لهم اسم انهم احياء وهم ايه؟ اموات. لما جه المسيح ما لقاش زيت في الاواني، ما لقاش نعمه في الداخل، ما لقاش نقاوه قلب، ما لقاش حاجه حلوه جوه، لقى مناظر. قال لهم اذهبوا عني لا اعرفكم، انا كنت عاوز قلب نقي، وكنت عاوز فكر مقدس، وكنت عاوز صلوات داخليه، وكنت عاوز ايات محفوظه، وكنت عاوز عمل خفاء. احفظ جوه. وتب، لانه ورا الرياء كبرياء. انت عاوز الناس تسقف ليه وتشكر فيك ليه؟ لانك شايف نفسك حاجة. توب يا اخي، توب. انا وانت ولا حاجة، احنا ايه؟ احنا لا نستحق الا خزي الوجوه زي ما قال دانيال. انت ليك وحدك يا رب الكرامة والمجد، اما نحن فلنا خزي الوجوه. احنا المفروض نبص في الارض، احنا شوية تراب تسببنا في الام بلا حدود لربنا. احنا ما ربنا ما خدش مننا غير الغلب وغير العذاب، نحن لنا خزي الوجوه. توب. مش معقول الواحد يشوف ربنا بيعمل كل ده عشانه
وبعدين يبحث لكرامة عن نفسه، توب، قدم توبة عن الخطايا، عن المديح والكرامة اللي انت قبلته، قدم عنه توبة. فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، عارف لو ما سهرتش بقى أنا هجيلك زي الحرامي، ولا تعلم أي ساعة أقدم فيها عليك، لو ما سهرتش هجيلك زي الحرامي ومش هتعرف الساعة. نفس الكلام اللي قاله المسيح مرارا وتكرارا، إنه الساعة لا يعرفها أحد، هي كلص تأتي ساعة مجيئه، والحرامي ما بيديش معاد أبدا. المسيح من اتضاعه شبه نفسه بالحرامي عشان نسهر، وشبه نفسه بالعريس عشان نستعد ونفرح. الكسلان يقول هتسرق، واللي بيحب ربنا يقول هسهر لأن عريسي جاي. فهنا بيقول له إن لم تسهر أقدم عليك كلص، فلا تعلم أي ساعة أقدم عليك. لكن كعادة ربنا المحب الطيب المشجع، بعد ما يسد الشدة الجامدة يرجع تاني يعمل ايه؟ يشجع ويطبطب. قال له عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. ساعات الواحد لما ربنا يواجهه كده ويحس إن هو ميت بيقول له أنت ميت، فيتخض. يقوم الشيطان يسرب له فكرة كده يقول له إيه، وهو كان في حد عايش في الزمن ده، ما كل الناس بتمثل على بعض، ما كل الناس بترائي تقع في الرياء. فيقول له لا، اوعى الفكرة دي الشيطان يقولها لك، عندك أسماء صحيح قليلة لكن لابسين أبيض في عيني، عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم. طبعا دي ضمنيا معناها انت عملت ايه؟ انت نجست ثيابك، انت التوب الابيض اللي خدته ان كان في المعمودية او في الكهنوت انت وسخته بالرياء لانك بتسترضي الناس. قال له لا، عندك وحواليك ناس، بص كويس، في حواليك ناس اسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم. اوعى تقول كل اللي بيصلوا بيصلوا عشان الناس تتفرج، لا ما تغشش روحك. اوعى تقول كل اللي بيخدموا بيخدموا عشان الناس تسقف، لا في ناس بتخدم عشان ربنا بس. اوعى تقول كل اللي بيدوا بيدوا عشان الناس تعرف، في ناس كتيرة بتدي والناس ما تعرفش. عندك اسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض، دول هينوروا في السماء، دول انا بحوش لهم زفة جميلة، هيتمشوا معايا في الملكوت وهم لابسين الابيض الحلو، لانه ما وسخوش هدومهم، ما وسخوش هدومهم برضا الناس، بمديح الناس، بكرامة بطالة ملهاش قيمة، ما انشغلوش بالكلام ده. فاوعى تقول مفيش حد كويس، لا فيه، حواليك وعندك ناس حلوة، بص حواليك كويس وتعلم، بص على صور القديسين اللي حواليك، دول كانوا عايشين زينا وكان في ظروف زينا، وكان في ناس بتقعد تغني على بعض وتمدح بعض وتغرق بعض زينا، لكن دول عدوا ازاي ولبسوا ابيض؟ لان هم لم ينجسوا ثيابهم، كرهوا الكرامة وحبوا الإهانة، كرهوا المديح الباطل وحبوا يسمعوا كلمة المديح من ربنا بس، فلم ينجسوا ثيابهم، سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. الفكرة دي تفكرنا تاني بالكلام اللي علمه لنا المسيح، حكاية التوب الأبيض. احنا كلنا من ساعة ما تعمدنا لبسنا توب أبيض، إشارة إلى النعمة اللي لبسناها، احنا لبسنا النعمة في المعمودية، خدنا الروح القدس جوانا، لبسنا المسيح نفسه. يا ترى الهدوم الحلوة دي لسه محافظ عليها؟ يا ترى لسه جميل في عينين ربنا زي ما خرجت من جرن المعمودية؟ الشمامسة وانت طالع من المعمودية كانوا بيقولوا أكسيوس، يعني أنت قديس، أو أكسية لو بنت، أنت قديسة، وتزفيت في الكنيسة زي كل قديس بيتزف، وبقت الكنيسة فرحانة لأن انضم قديس جديد. هل التوب الأبيض ده لسه أبيض ولا توسخ؟ ما تنساش ان في مثل المدعوين المسيح لما دخل الحفلة لقى واحد هدومه مش نظيفة، قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ إيه الهدوم البهدلة دي؟ الناس بتدخل من الباب بيلبسوها أبيض،
انت جايب الهدوم دي منين؟ ايه البهدلة دي؟ فين حياتك النقية؟ فين اتضاعك؟ فين صلواتك؟ فين اصوامك؟ فين الخفاء اللي يخليك ابيض في عينين ربنا؟ فين نقاوة القلب اللي تخلي لبسك ابيض في نظري؟ لا اطرحوه خارجا، ده ملوش مكان. صحيح كل الناس دخلت ببلاش بنعمة ربنا، بس مش كل الناس حافظت على نعمة ربنا. سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب؟ صحيح الراجل ده ما سمعش كلمة مديح، ما سمعش أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإيمانك، لكن برضو سمع كلمة إيه؟ من يغلب. صحيح الحالة تخوف وتحتاج إلى توبة سريعة وسهر، والواحد يخاف على نفسه من الرياء، لكن ما تخافش برضو، من يغلب. في ناس هتغلب، هتغلب الرياء والكرامة والفريسية والمظهرية والمنظرة، في ناس هتدوس على الكلام ده. من يغلب ذلك سيلبس ثيابا بيضا، أنا هلبسه تاني ثياب بيض. كأن التوبة تجدد الثوب الأبيض، وده اللي قالوه الآباء القديسين، أنت في المعمودية لبست أبيض وسخته ما يهمكش عشان أعمدك تاني، بس تعالى توب. لما تتوب دموع التوبة تغسل ثوب المعمودية وترجعه أبيض ناصع تاني. ارجع توب يرجع لك بياضك وبهائك. ارجع خد الحكاية جد تلاقي نفسك جميل في نظر ربنا زي الأول. من يغلب سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. الراجل ده قلبه وقع لما قال له أنت إيه؟ أنت ميت، مش كده؟ قال له أنا عارف إن ليك اسم.